ماذا بين المغربي والوداد البيضاوي؟ أكبر وأكثر وأعنف الاحتجاجات على التحكيم في تاريخ الكرة المغربية كانت مع السيد حاتم. حتى واحد فيهم ملعب الكرة ديال الزياج. كاينش حاجة ماشي عادية داخل الفريق الوطني. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بروح رياضية على كيوسك أنفو. بروح رياضية نستضيف الناقد الرياضي أستاذ محمد المغودي. سي محمد، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل المتتبعين والمتتبعات والمشاهدين والمشاهدات. مرحبا بك. سي محمد المغودي ناقد رياضي مثير للجدل بتدويناته وتصريحاته، ومن هنا سأبدأ. مرحبا. محمد المغودي انتقد التحكيم في مباراة الرجاء سريع والظن، خطأ تحكيمي للحكم ضلوط، الرجاء طالبت بضربة جزاء بالرغم من تواجد الفار، وكذلك كان أخطاء تحكيمية في مباراة الجيش والوداد البيضاوي. إلى متى ستستمر الفرق المغربية في المعاناة مع التحكيم، وإلى متى سيتحسن التحكيم في المغرب؟ هو الأزمة ديال التحكيم في المغرب كانت بشكل كبير جدا مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحالية، خاصة بعد الثقة اللي داروا في المدير الحالي السي يحيى حدقة، ما قدم حتى شي إضافة للتحكيم المغربي بالمرة. والدليل على ذلك هو أنه يعني أقل عدد ديال الحكام في تاريخ كرة القدم الوطنية هو اللي كاين مع حدقة. أقل أيضا الحضور الوازن للحكام المغاربة في المحافل القارية والدولية هو مع السي حدقة. أكبر وأكثر وأعنف الاحتجاجات على التحكيم في تاريخ الكرة المغربية كانت مع السي حدقة. يعني كل هذه المعطيات تفيد بأن استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مستوى التحكيم وخاصة في الاعتماد على السي حدقة هي أنها بدون نتيجة وبدون مردودية. وبالتالي أنا أتساءل كما يتساءل الرأي العام الوطني، ما الجدوى أو ما الفائدة أو لماذا الاستمرار الثقة في رجل يعني أكد بالملموس أنه فشل على مستوى تدبير هذا القطاع الحيوي اللي معروف داخل كرة القدم الوطنية. لذلك أنا فكل أسبوع كتلقى احتجاجات كبيرة وكبيرة جدا على أخطاء لا يتقبلها العقل ولا يتقبلها المنطق ولا يتقبلها أيضا حتى المتتبع البسيط للتحكيم المغربي، وخاصة الأخطاء التحكيمية التي قد تسبب في بعض القرارات الكبرى داخل بعض الأندية الوطنية. تصور مثلا الآن في اللقاء الأخير ديال الرجاء الرياضي هناك ضربة جزاء واضحة جدا، الطريقة التي تعامل معها الحكم خاصة في التردد أنه مشى للفار شوية رجع غادي للملعب شوية رجع للفار، كيبين بأن الحكم كان مترددا. والحال ان ملي كنمشي للفار خصني ما نبعد منه ما نرجع منه تيكون خديت القرار النهائي بناء على التدقيق وعلى الملاحظه للحاله التحكيميه. ومن ثم انا كنعتقد بان اخطاء تحكيميه من هذا العينه، من اخطاء تحكيميه من هذا النوع يعني تثير الجدل، في بعض الاحيان تثير الشك. ونعطيك مثال بسيط ايضا في اللقاء ديال الشباب المحمديه مع فريق المغرب الرياضي الفاسي، جوج ضربات جزاء ديال المغرب الرياضي الفاسي لولا الفار ما كانش غيعلن عليهم الحاكم، يعني بحال ما شافهمش، مع العلم ان ضربات جزاء واضحه وضوح الشمس فوق الجبل. ومن ثم انا كنعتقد بان اول خطوه التي يجب ان تقوم بها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هو التغيير. احنا غيرنا المدير التقني ناصر الرقيط رغم ان كاين البعض كيكون عنده نتائج، غيرنا بدو الزاكي اللي كان ايضا عنده نتائج مع الفريق الوطني المغربي. السؤال المطروح، لماذا لم يتم تغيير حدقة؟ هل ان الرجل يناسب عمل معين داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ام ان هناك جهه قويه تحميه، ام ان التفكير ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي هو مخالف للتفكير ديال المغاربه بالنسبه لهم حدقة لا نجح. انا كنقول بان حدقة ما نجحش، والجامعه ديال فوزي القجع اللي نجحت في مجموعه من الورشات على مستوى التحكيم انا كنعتبره من افشل الجامعات في تاريخ الكره المغربيه. نبقاو في التدوينات المثيره للجدل، ماذا بين المغودي والوداد البيضاوي؟ جماهير الوداد البيضاوي في اكثر من مره تقول بان المغودي متحيز لفريق الرجاء البيضاوي وينتقد فريق الوداد البيضاوي في اكثر من المناسبه، وتقول بأن انتقادات غير بناءة، وما نقولوش كالتهم، ولكن بين قوسين تقول بأن المغودي يتحيز لفريق الرجاء البيضاوي. شوف، أولا المغودي من حيث الانتماء مصاوي، يعني
ما كاين حتى شي حاجه اللي غتعمر لي قلبي اكثر من الماس. اللهم حينما تكون الانديه الوطنيه في المشاركه القاريه هنا كيكون عند القلب الوطني ماشي القلب ديال الاقليمي. بمعنى انا عندي قلب واحد عندي فيه الماس، انا ما عنديش سيارات اجره اللي بغى يركب يطلع القلب ديالي. دونك ما يمكنليش نبغي شي واحد في الكره المغربيه من غير الماس، ما نبغي لا رجاء لا وداد لا جيش لا فتح لا هم يحزن سوى اذا كانت مشاركه قاريه. ثانيا هاد الناس اللي كيتهموا المغربي بالعداء للوداد هادو ما كيميزوش بين الوداد كنادي، بين الوداد كمرجعيه، بين الوداد كانتماء، وبين المسيرين ديال الوداد. النهار اللي ميزوا هاد الناس ماشي كلشي الوداديين طايحين في الخلط، النهار اللي ميزوا بين المسيرين وبين الوداد يمكن نتناقش معاهم. المغربي قال في الكتابه ديالو قال الوداد قلعه وطنيه، قال الوداد جزء من المقاومه الوطنيه. المغربي هو الذي اطلق لقب ملوك المدرجات على الوينارس بناء على المعارك النضاليه ديالهم من اجل انقاذ الوداد الرياضي من 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 من, من الافلاس اللي كان في العهد ديال اكرم. الوداد اللي قال المغربي اللي قال الوداد ارث وطني. دونك المغربي لكن كيقول هذا الشيء ما يمكنش يكون عنده حقد على الوداد. انا اختلف مع المسيرين في طريقه التسيير. انا بالنسبه الي الرئيس الحالي ديال فريق الوداد الرياضي ضيع مجموعه من الفرص اللي كان بالامكان ديالو ان يكون افضل رئيس ديال الفريق في تاريخ الكره المغربيه. تصور انه يكون مثلا عنده عموته كمدرب محقق معه اللقب الوطني، محقق معه اللقب ديال عصبه الابطال الافريقيه ويجري عليه. دونك انا ما يمكنش نقبل بحال هاد السلوكات هادو، ما يمكنش نقبل بان فريق الوداد الرياضي كيتعاقد مع لاعبين اللي ما عندهمش المستوى ديال حمل القميص ديال فريق الوداد الرياضي. فين كانت نقطه الخلاف؟ وهنا نذكر هاد الناس اللي عندهم الذاكره ديالهم شويه ضعيفه بان احتراما للوداد واحتراما للجمهور ديال الوداد، احتراما لتاريخ الوداد ماشي لتاريخ المسيرين، لتاريخ الوداد، ان فاش كان عندهم المعركه مع عبد الاكرم كان المغربي اكبر مساند لهم. الدليل القطعي اللي ما كيقبلش الشك هو ان عبد الاكرم سجل دعوه قضائيه بالمغربي بمدينه وجده، يعني رئيس ديال الوداد دعا المغربي بوجده في المحكمه الابتدائيه محكمه الاستئناف. دونك راه ما يمكنش يكون شي واحد الا كان عنده شويه ديال العقل غنقول المغربي راه ماشي ضد الوداد، المغربي ضد المسيرين ديال الوداد. فين هي المحطه اللي وقع فيها اختلاف او اللي وقع فيها شويه تربى الحقد على المغربي مع الوداد؟ المحطه الجوهريه كانت هي محطه رادس. انا كنت مع الوداد قلت بان تعرضت لظلم تحكيمي بالرباط وبرادس، ولكن قلت مسؤول الوداد اخطاوا حينما امروا الفريق بعدم اتمام اللقاء. انا حتى كلمه الانسحاب ما استعملتهاش، انا اللي قلت بان التقرير ديال الحكم قاسمه يعني دون في التقرير بان الوداد انسحب. هنا تربى شويه ديال الحقد ديال بعض الوداديين على المغرب اخلاقيا من باب النزاهه الفكريه. منين المسار او الختام ديال هذه المعركه كانت ضد الوداد من طرف المحكمه الرياضيه الدوليه الطاس، كان اول حاجه خصهم يديروا خصهم يعتذروا على المغربي لان المغربي كان على حق. انا كنعترف بان مجموعه من الوداديين العقلاء، مجموعه من الوداديين المثقفين من داخل المغرب وخارج المغرب اتصلوا بالمغربي واعتذروا، ولكن واحد الفئه التي تنتعش، وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي في الكلام، تنتعش من الفيسبوك انها كتكون مؤطره من جهه معينه تمول باش تبقى تموه النقاش داخل فريق الوداد الرياضي من مشاكل الوداد الى المغربي. انا كنعتقد بان هذه فئه مغلوبه على امرها، كما كاينه السي بلال في الانتخابات كاينه بعض الفئه اللي كتخلص في ديك الحمله الانتخابيه. ملي كتخلص الحمله الانتخابيه ماشي انها مامنه بالحزب غير لانك كتاكل الطريف ديال الخبز. هادو كاين مجموعه من الناس غير كياكلوا الطرف ديال الخبز، ماشي مامنين بالوداد، ماشي كيحترموا الوداد. في الختام انا الوداد كنعتبره جزء من تاريخ المقاومه المغربيه، الوداد كنعتبره قلعه من قلاع النضال الوطني، وكل مسير سير فريق الوداد الرياضي انا الا كان شي حاجه مزيانه غنوه به، الا كان شي حاجه خايبه غادي ننتقدوا وبقوه مهما كانت الاتهامات. المحطه الثانيه التي كانت ايضا في سبب الخلاف بيني وبين جماهير الوداد هي حينما اشدت ونوهت بالمسيرين ديال الرجاء. الرجاء سي بلال راه كان غادي للموت،
كانت غادي السكته القلبيه. جاو مسيرين خرجوا الرجاء من الازمه، ومني خرجوا الرجاء من الازمه بدا كيفوزوا بالالقاب. تصور الرجاء في عز الازمه ديالها. هذه النقطه بالذات اسمح لي على المقاطعه، هذه النقطه بالذات غنطرقوا ليها، ولكن غنبقاو في الوداد البيضاوي. مرحبا. الوداد البيضاوي مع وليد الركراكي، وخصوصا مع المدرب وليد الركراكي. الان كيف ترى التصريحات ديال المدرب وليد الركراكي؟ هل تتفق مع من يقول بان وليد الركراكي يتكلم كثيرا اكثر مما يشتغل؟ وفي تصريحاته الاعلاميه من بعد المقابله الاخيره، وليد الركراكي في تصريح للصحفيين يعني في ردة فعل ديالو قال بان احنا ما كان بالدارجه، احنا ما كنخدموش وكنربحوا غير بالزهر، يعني في الحديث ديالو مع وسائل الاعلام. شوف انا وليد الركراكي خصنا نعرفوا واحد المساله، الوليد عاش في فرنسا، تربى في فرنسا، اللغه ديالو العربيه على قد الحال. وليد الركراكي كيف كنقولوا حنا باللغه المغربيه ديالنا خضر اللي عنده كيقولوا. كيوقع له اخطاء في الترجمه، كيبغي يتكلم بالعربيه كيوقع له اخطاء في الترجمه، وكيقول شي كلام ممكن في بعض الاحيان قد يبدو انه يسيء. ولكن انا شخصيا الا بغينا نكونوا شويه نخرجوا شويه من ديك النزعه الضيقه ومن ديك القراءه الضيقه، وليد الركراكي هو من الاطر الوطنيه الشابه، لاعب محترف، لاعب لعب في الفريق الوطني المغربي. النتائج الان ديالو تؤكد بان نحن بصدد ربح إطار وطني للمستقبل. ما يحققه مع فريق الوداد الرياضي الآن لا يمكن أن يطعن فيه إلا جاحد، لأنه من المقابلات اللي لعبهم كلهم عنده تعادل واحد. إذا أخطأ في التقدير أو في التعبير، أنا كان أعتقد نحن كمجموعة من كمعشر الإعلاميين يجب أيضا أن نجتهد وأن نقوي ثقافتنا الإعلامية في طرح مجموعة من الأسئلة. في بعض الأحيان أنا سمعت الجواب ديالو ديال البارح، يعني الجواب كان فيه نوع من شوية من التبخيص للعمل اللي كيقوم به السي وليد الركراكي. هو جواب نفس المنطق، كيف كيقول نيلسون مانديلا، لكل فعل رد فعل، مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. هو جواب نفس المنطق، قال له إذا كان هذا الشيء اللي كيتحقق في الوداد الزهر، احنا ما خدامينش السي الله يخلينا هذا الزهر ديالنا. دونك احنا تف بعض الأسئلة ديالنا يجب أن ندقق ويجب أن نجتهد، بل أقول وأسطر عليه، يجب أن نحضر. أنا ملي كيكون ماشي ندوة صحفية ولا ماشي واحد اللقاء إعلامي، السي بلال راه خصنا نحضروا ليه، لأن الحوارات الآن هي حوارات التي تحتاج إلى التدقيق وتحتاج إلى التحضير وتحتاج إلى التهيئ، بما في ذلك التهيئ النفسي. ماشي أنا تنجي نوقف مع المدرب عاد نبقى نتكلم من ما نطرح في الاسئله. دونك انا كنقول بالنسبه لي وليد الركراكي اطار وطني شاب ناجح، يجب ان ندعمه، يجب ان نحفزه. وفي هذا السياق بغيت نقول لك السي بلال باش ما يبانش، انا كنت سعيد جدا ونوهت كثيرا بتعاقد الوداد الرياضي مع وليد الركراكي، اعتبرت ايضا من القرارات الناجحه، كما اعتبرت ايضا التعاقد مع حسين عموته سابقا من القرارات الناجحه. ملي كتكون شي حاجه مزيانه راه مزيان، شي حاجه ما مزيانهش راه ما مزيانهش. تركوا فريق الوداد البيضاوي، نجيو للغريم التقليدي الرجاء البيضاوي. السي محمد المغودي يصف الرجاء البيضاوي بمعسكر العلم. الرجاء البيضاوي شهد ازمه ماليه خانقه، الفريق عرف كيفاش يخرج نفسه من هذه الازمه، شفناه يعني توج بلقب البطوله الوطنيه، توج بلقب كاس العرب، يعني واش يمكن لينا نقولوا بان هذه الازمه كانت فيها الخير على فريق الرجاء البيضاوي؟ كيف كانت فيها الخير عفوا على فريق الرجاء البيضاوي؟ الرجاء كسب مجموعه من اللاعبين الشباب، لولا ما كانتش هذه الازمه ما كناش غنشوفوا يعني قرابه 8 لاعبين او 7 لاعبين من مدرسه الرجاء يمارسون مع الفريق الاول. هو الفريق توج بلقب ديال البطوله، توج ايضا بلقب محمد السادس، توج بلقب كاس الاتحاد الافريقي، توج ايضا مع 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 الزيات بلقب كاس الاتحاد الافريقي في ظل هذه الازمه. هذا وحده مؤشر على ان الناس اللي كيسيروا فريق الرجاء الرياضي من اهل العلم، من الكفاءات، من القدرات. كيفاش لفريق كان قريب من السكته القلبيه، الملايير ديال الديون، الملايير ديال النزاعات، واستطاع فريق المسيرين ديال فريق الرجاء الرياضي يخرجوه من الازمه الماليه ويحققوا نتائج؟ والان فريق الرجاء الرياضي هو فريق الذي يعتد به وطنيا ويعتد به قاريا. هذه علامه كبرى التي تفيد ان معسكر العلم. ثانيا الناس اللي كيسيروه
السي بلال انت شاب انت راه قريت باش توصل لهذا المنصب هذا. هاد الشباب اللي خدام معك دابا راه بشواهد باش وصلوا لهاد الشباب. علاش حنا ملي نشيدوا بصحاب الشواهد العليا داخل فريق الرجاء الرياضي غادي يبان لينا عيب. الناس اللي يسيروا فريق الرجاء الرياضي كلهم بشواهد اكاديميه عاليه جدا. هاد العلم ديالهم هما اللي خلاهم ينجحوا فريق الرجاء الرياضي باش يصبح الان فريق في وضعيه ممتازه جدا جدا جدا. وممكن ان فريق الرجاء الرياضي بعد 4 سنوات اخرى او 5 سنوات اخرى غيصبح فريق الرجاء الرياضي بامكانيات وبقدرات وبتفكير يضاهي الفرق الافريقيه الكبرى كالاهلي والزمالك الى غيره. بالمقابل كاين فرق الان في المغرب السبيله مرتبطه باشخاص. النهار اللي غادي يهزوا حوايجهم ديك الاشخاص ستنهار الفرق هذه الفرق. وانا نعطيك مثال بسيط. صحيح ان فريق الوداد الرياضي الان مع الرئيس الحالي حقق نتائج وصحيح ان كيبان بان هناك استقرار. نشوفوا شحال ديال النزاعات كانت عندها، شوفوا شحال ديال المشاكل كانت عندها. الى قدر الله مشى لهذا الرئيس ما هو البديل؟ ماذا خططت؟ شنو هي الاستراتيجيه اللي دارت؟ الوداد الان مرتبطه بشخص، الشباب المحمديه مرتبطه بشخص، بار كونتر فتح الرباطي ما مرتبطاش بشخص، ما مرتبطاش بشخص. الرجاء الرياضي شوف فيه ظرف واحد 3 سنوات مشى الزياد، جا الاندلسي هو جاء نسمع شفنا حتى الطريقه ديال الانتخاب الرئيس الجديد، شفنا كيفاش الرئيس الاندلسي كيفاش جمع المرشحين ودار معاهم جلسه عمل وكل واحد قدم الترشح ديالو. هذا الشيء ما كناش كنشوفوه في البطوله الوطنيه. شفناه الان فريق الرجاء البيضاوي جمع عام راقي المستوى، استعملوا صناديق الاقتراع، انتخبوا رئيس جديد، الكل خرج راضي، الكل صفق للجمع العام لفريق الرجاء البيضاوي، الكل اشاد بالجمع العام. شوف سي بلال، هذاك الشيء اللي شفنا في الرجاء راه ما شفنا حتى شي فرقه، خصنا سنوات. ديك الشيء اش كنقول انا، كاين الناس ديال العين، خصنا سنوات باش فريق من هذا الحجم هذا العيار يدير تنافس بالمشاريع ماشي بالاشخاص، يدير المنخرطين ديالهم انهم عطاو الوقت لكل مشروع يسمعوا ليه ويتصنتوا ليه. جينا النهار ديال الجمع العام، لقينا الجمع العام، لقينا صناديق الاقتراع، لقينا النقاش، لقينا المحاسبه، لقينا الناس كتهضر على المستقبل، لقينا الناس ناضوا تدافعوا على المشاريع ديالو. مشينا للتصويت السري، الفرز كان علني، اعطانا منتصر او فائز، الاخرين اللي كانوا في التنافس معاه كل من وهوبي، ما كانش اللي طعن وكل شيء. قال واحد العباره جميله جدا، ان ماشي رئيس ولكن غنخدم الرجاء. لقينا وهذا جميل جدا، لقينا في الجمع العام كتلقى راجل كبير سير واحد سير كرة القدم الوطنية أوزان، سير كرة القدم الوطنية أوزان، عمور سير كرة القدم الوطنية، وجينا ولقينا معاهم شباب مثقفون. تصور واحد كيقرا في فرنسا، واحد خدام في أمريكا، واحد خدام في الإمارات، وكلهم جاو باش ينقصوا الرجاء وينقصوا المشاريع ديال الرجاء وباش يخدموا الرجاء. هاد الثقافة وهذا العرس اللي شفنا داخل فريق الرجاء الرياضي كنقولها وكنتحمل فيه المسؤوليه، راه ما غتشوفوش حتى في الجامعات الرياضيه الوطنيه، راه ما غتشوفوا لا في كره القدم، ما غتشوفوا لا في العاب القوى، ما غتشوفوا في بوكس، ما غتشوفوا في كاراتي، ما غتشوفوا في حاجه. شفناه في الرجاء. يمكن واحد المرحله معينه، يمكن مع هذا الشباب اللي جاي، يمكن مع التحول الاعلامي اللي جاي، ممكن مع الاعلاميين الشباب اللي جايين، ممكن انهم يناضلوا ويخدموا اننا لنعمم التجربه ديال فريق الرجاء الرياضي. ثانيا السي بلال، باش نخدموا في هذا الموضوع، المغودي اشاد بالتجربه ديال الرجاء، المغودي اعتقد ان حتى واحد ما يقدر يطعن الان في الرساله الملكيه. صحيح، التهنئه ديال الرساله الملكيه اللي جات الرجاء. شنو الرساله الملكيه فيها؟ واحد الجمله مفيده جدا واضحه، يجب الاقتداء بتجربه الرجاء. هذه ما قالهاش المغودي، يعني اعلى سلطه في البلاد ملك البلاد نوه واشاد بالتجربه التدبيريه التسييريه ديال فريق الرجاء الرياضي. نقطه الى السطر سهلة، ما بقاش دابا المغودي متهم، ما بقاش، لان الرساله الملكيه اعطت الحق واضفت طابع الشرعيه والمشروعيه على التجربه الناجحه ديال فريق الرجاء الرياضي.
نعم، بقاو في فريق الرجاء البيضاوي ان انتخب رئيس جديد انيس محفوظ. انيس محفوظ في البرنامج ديالو او في الوعود ديالو قال بان اول نقطه سيشتغل عليها هي المدرب لسعد شابي وتعويضه بمدرب اخر، لكن ملي جا منح الثقه لهذا المدرب هذا لسعد الشابي، تابعنا مباراه الرجاء البيضاوي امام فريق سريع وطزم، الجماهير غاضبه يعني الكل من الاداء ديال فريق الرجاء البيضاوي في هذه المباراه مع سعد الشابي. حنا كنعرفوا الرجاء البيضاوي وكما كيعرف الجميع الطريقه ديال اللاعب ديال فريق الرجاء البيضاوي ماشي هي مع سعد الشابي. الان شفنا امس يعني تعادل سلبي امام فريق سريع وطزم، اداء يمكن نقولوا بانه دون المستوى. واش مع سعد الشابي وبهذا الاداء يمكن الرجاء البيضاوي يمشي بعيد في عصبه الابطال الافريقيه اللي هي حلم جميع الجماهير وهي الهدف الاول لفريق الرجاء البيضاوي؟ شوف الشاب بلال، داخل هذا النقاش اللي كطرح لي والاسئله اللي كطرح لي هناك اخطاء كثيره. نبدا بالخطا الفادح ديال انيس محفوظ. انيس محفوظ انا كنعتقد انه هو في الحمله الانتخابيه ديالو غنغير المدرب، وهذا الخطا الفادح كان مشترك بين ثلاثه ديال الناس اللي تنافسوا على ملي كيقولوا بثلاثه بيوم حنا غنغيروا المدرب، يعني بثلاثه بيوم ما مقتنعينش بالمدرب. واش خلاو قيمه للمدرب داخل مستودع الملابس؟ ما خلاولوش. ثاني واش خلاو الثقه للاعبين داخل المدرب ديالهم؟ ما خلاوهاش. ما وقع في لقاء امس، وان كان انا بين قوسين نقول فريق سريع وطزم قدم لقاء ممتازا، كنقول ما وقع بالامس هو نتيجه حتميه لهذه التصريحات المتهوره. الناس سابقه لاولها. انا بالنسبه لي الان انيس محفوظ هو كرئيس، الحاجه اللي نبغي نقول له انا هو شويه ديال العقل، شويه ديال الرزانه، وشويه ديال التريث. القرارات اللي غادي ناخذهم خصني ناخذهم حتى الوقت ديالهم نخطفوا. سياق اتخاذ القرار خصني نحترمه. انا باش نحيد المدرب والمدرب لاعب المقابلات، المدرب عنده مقابله ديال الديربي مع فريق الوداد الرياضي، اللي فريق الوداد الرياضي انا بالنسبه لي الان في الطوب ديال الاستقرار، النتائج الى غير ذلك، حتى التركيبه البشريه ديال هذا جانب. انا بالنسبه لي هذا التصريح ديال انيس محفوظ كان غير رزين، غير عاقل، ونتمنى انه ما يبقاش يرتكب بحال هذه الحماقات او بحال هذه اللغه الشعبويه مستقبلا. الحاجه الثانيه، الخطا الثاني هو ديال السي الشابي. انا ماشي متقني، ماشي رجل تقني، ولكن كنقول واش السي الشابي فعلا كان بعقله؟ يعني واش ما كانش في شي حاله مرضيه ولا في شي حاله غيبوبه ملي صادق على ديك اللاعبين الاجانب؟ ولا احد منهم يستحق حمل قميص فريق الرجاء. دونك الفارق ديال العام اللي فات مع دابا، مع قبل، مع بين ميلانغو، مع هادو، راه كاين فرق ديال اللاعب الاجنبي اللي واحد عاطي الفريق وواحد ما عاطيش، ما عندوش، ما استطاعش يدير حتى الرسميه ديالو ديال الفريق داخل الفريق. كوياطي منهم شفنا كلهم ميلانغو لاعب اللي نجح، اللاعب الاجنبي اللي كاينين دابا في فريق الرجاء الرياضي، انا كنقول جريمه تقنيه ارتكبت في حق فريق الرجاء الرياضي، لا اللي جابهم ولا اللي وافق عليهم ولا اللي امن بهم، لانه بالعقل غير بالشوفه ما يمكنش يلعبوا مع فريق الرجاء الرياضي. المساله الثالثه، سعد الشابي هو يعيش ضغطا رهيبا، كيعرف الرؤساء بثلاثه كيقولوا خصهم يمشي بحالو، كيعرف بان الجمهور كبير كيقول خصهم يمشي بحالو. دونك انا بالنسبه لي سعد الشابي الجريمه الوحيده اللي ساهم فيها هي جريمه التوقيع والموافقه على اللاعبين الاجانب. المسألة الثانية اللي بغيت نشرح لك ليها السي بلال هي نتيجة مقابلة الديربي. حنا كنعرفوا الجمهور المغربي ديالنا، شي تربح الرجاء كلشي يقول لك نخليو المدرب شي تخسر الرجاء نشوف ما كاينش شي واحد اللي غادي يقول خصنا نزيدو نثيقو في سعيد الشامي. شتي تنهزم الوداد، ينهزم الوداد مع فريق الرجاء الرياضي بشي نتيجة ديال مثلا الله يقدر الله 2-0 ولا شي حاجة، كاين الكثير من جماهير الوداد الرياضي تقول لك بو حق الوداد، راه في اللقاءات السابقه كان النتائج ديالها غير حظ. حنا عندنا جمهور ديال النتائج، ما عندناش جمهور ديال بعد النظر. الجمهور ديال بعد النظر عندنا واحد الفئه قليله وقليله جدا. دونك انا بالنسبه لي النقطه الحاسمه في مستقبل الشاب مع فريق الرجاء الرياضي النتيجه ديال الديربي. لا، ولكن واش يقدر يمشي مع فريق الرجاء البيضاوي بعيد في دوري ابطال افريقيا؟
هو مثلا يقدر يحقق انتصار في مباراه ديربي. حنا كنعرفوا الديربي والعوامل ديال الديربي واللاعبين كيفاش كياخذوا الديربي، يعني اللاعبين كيدخلوا بواحد الروح وبواحد القتاليه تقدر تحقق نتيجه ايجابيه، لكن نشوفوا المدى البعيد، واش يمكن الشابي انه يمشي بعيد في دوري ابطال افريقيا مع فريق الرجاء البيضاوي؟ شوف سي بلال، مزيان ملي ذكرت بهذه النقطه، راه الرجاء براحيمي وبين بلانكورا ما مشاتش في عصبه الابطال الافريقيه مزيان، معناه ان فريق الرجاء الرياضي الان الى غيمشي في عصبه الابطال الافريقيه اول يمشي مزيان، اول حاجه خصو ماشي هو المدرب، اول حاجه خصو فهاد الميركاتو الشتوي خصو تعزيزات من نوع من العيار الثقيل، وخصو يتخلص من واحد المجموعه من اللاعبين اللي ما بقاتش المكانه ديالهم داخل فرق الرجاء. على سبيل المثال ما نجرحوهمش، انا اللي يمكن لي نقول مجموعه اللاعبين الاجانب ولا احد في مستوى فريق الرجاء الرياضي، ولا احد في مستوى فريق الرجاء الرياضي، راه حتى واحد فيهم ما يقدر يعوض بيل مالانغو، حتى واحد فيهم ما يقدر يعوض رحيمي. دونك على الاكل على الاكل خصنا الرجاء خصو الاجانب يكونوا في المستوى. شوف الان الانديه الوطنيه، شوف هذاك اللاعب ديال الوداد ديك بنزا راه داير فريق داخل فريق الوداد الرياضي، اللاعبين ديال بركان كاين بعض اللاعبين اللي دايرين فريق ديال داخل بركان، جوج اللاعبين عند المصر دايرين فرق، حشومه الرجاء الرياضي ما يكونش عندها لاعبين اجانب دايرين فارق داخل فرق الرجاء الرياضي. دونك انا بالنسبه لي الان التركيبه البشريه اولا والمدرب، يا اما غنثيقوا فيه ونزيدوا معاه، يا اما من بعد المقابله ديال الوداد الرياضي سواء كان الربح سواء كان الخساره صحيح خصنا نحسموه، خاصه ان البطوله الوطنيه غتوقف، سواء كان الربح سواء كان الخساره خصنا نحسموه، إذا غنستمروا خصنا نستمروا وبثقة، إذا غنحبسوا خصنا نحبسوا نوضوا نقلوا على مدرب. سي محمد المغودي، لما كنا كنتحدثوا على فريق الرجاء البيضاوي وقلتي بأن فريق الرجاء البيضاوي معسكر العلم، واش تيب فريق الفتح الرباطي كنموذج في التسيير وبأنه ما كيتوقفش على شخص واحد، لكن ماذا يقع الآن داخل الفتح الرباطي؟ الفتح الرباطي مع أمين بن هاشم جولة سعود 4 هزائم 5 تعادلات، أرقام تسائل مشروع النادي. لا شوف واحد القضيه باش نكونوا حاسمين فيها، حنا ملي كنقولوا السبيله معسكر العلم ماشي كنقولوا الملائكه، العالم حتى اللي كيخترع وكيكون عنده مستوى عالي راه كيرتكب اخطاء. فريق الفتح الرباطي انا بالنسبه لي هذا العام ولا حتى العام اللي فات حتى مع السي الحاجوي كانوا اخطاء، تصور كيغيروا المدرب، ملي كيغيروا المدرب كيجيبوا مدرب من الفئات الصغرى. الان انا بالنسبه لي الخطا الفادح داخل فرق الفتح الرباطي الفادح هو فرق اللي كان كيعتمد على سياسه ديال التكوين، سياسه البناء، سياسه الشباب. هذا العام كنتفاجئ انه تعاقد مع مجموعه من اللاعبين او مدد لمجموعه من اللاعبين ما هماش في الفئه العمريه، دونك كاين خلل في السياسه ديال فرق الفتح الرباطي هذا العام. إذا كانوا غادي يعتمدوا على الشباب يخلوا راسهم غاديين بالشباب ويعزوه بواحد اللاعبين ولا ثلاثة اللاعبين اللي يقدروا يديروا الفريق، أنا مع كامل احتراماتي ليهم، التعاقدات اللي كانت عند ملعب كلها خطأ، استدركوا الأمر الآن، وحتى بن هاشم خصنا نصفقوا ليه، لأن بن هاشم اللي شاف راسه ما مشاش مع الفرقة هو قدم الاستقالة ديالو. عنده مشاكل حتى مع بعض اللاعبين آخرهم نوفل الزرعوني، اللي بن هاشم قرر أنه ما يعتمدش على نوفل الزرعوني في المباريات، وشفنا البلاغ ديال الانفصال عن المدرب امين بن هاشم، الرئيسه الجديده ديال الفتح قالت بانها غتقوم بمجموعه من التغييرات، وبخصوص نوفل الزرعوني قالت بانها غتحتفظ بهذا اللاعب، وهذا اللاعب اللي ما كانش كيشارك ما تيشاركوش المدرب. لا في هذه المقابله الاخيره راه شاركوا بعد اعتذار من طرف نوفل الزرعوني. ولكن نوفل الزرعوني فوقاش دار ديك البساله؟ دارها في المقابله ديال الرجاء. واش من حقه يديرها في ديك المقابله؟ ما خصوش يديرها حتى في شي مقابله. وبالخصوص دار في مقابله الرجاء بمعنى كياكد لهم راكم ظلمت ما خليتونيش نمشي للرجاء، راكم تكرفصتوا عليا، راكم ظلمتوني، ماشي بهذه الطريقه كنعبر على الغضب. كان ممكن يعبر بهالغضب ديال العام مع الفتح ويضرب واحد البيت ولا جوج ديال البيوت ويبين للناس بانه فعلا يستحق فريق اخر من غير فريق الفتح الرباط. انا شخصيا كنقول الخطا استراتيجي داخل فريق الفتح الرباطي هذا العام ما بقاوش غاديين في النمط ديال السياسه ديالهم. إذا فكروا يغيروا السياسه ديالهم انهم ينوضوا يتنافسوا على الالقاب ويتنافسوا على كل شيء ويديروا انتدابات وطنيه. ونذهب للحديث عن المنتخب الوطني المغربي، وحيد حليلوزيتش اعلن اليوم عن التشكيله
للمباراتين الجولتين الخامسة والسادسة من تصفية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. تشكيلة المنتخب المغربي شهدت حضور تقناوتي حارس الوداد البيضاوي وغياب حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي. حكيم زياش شفناه في مباراة مالمو السويدي في دوري أبطال إفريقيا، قدم مباراة أبطال أوروبا سجل هدف أهدى الفوز لفريق تشيلسي. وحيد حليلوزيتش يصر على إبعاد هذا اللاعب من المنتخب الوطني المغربي. شوف أولا نبدو بالتقناوتي. التقناوتي عيطوا ليه فقط لأن المحمدي مصاب، لأن لو كان محمدي من غير مصاب ما كانش هذا عيطوا ليه، لأن الآن الحارس ديال الفريق الوطني المغربي الأول معروف هو بونو وباستحقاق، باستحقاق لأنه مقدم على مواسم رائعة جدا. محمدي اللي كان هو رسمي هو ولا رقم جوج، عرفتي شكون اللي عندنا الحارس الثالث؟ أنا بالنسبة لي أفضل حارس الآن في إفريقيا هو أنس الزنيدي. دونك التقناوتي راه جا بناء على أن كاين محمدي مصاب، وأنا كنقول التقناوتي هذه مناسبة باش نقولها، التقناوتي كان بالإمكان ديالو يكون من الحراس ديال الفريق الوطني المغربي لولا الأخطاء القاتلة التي ارتكبها، خاصة الخطأ الفادح اللي ارتكب مع حسين عموتة. وكنقول أيضا شكون اللي ضياع التقناوتي باش ما يخليش غادي في المسار ديالو هو الجمهور ديال فريق الوداد الرياضي، لان الجمهور ديال فريق الوداد الرياضي دافع عن التقناوتي وهو ومستواه يتقهقر. كان مفروض انهم يعاتبوه ولا ينوضوا يأنبوه باش يسترجع المستوى ديالو، هما بداو كيدافعوا عليه وماشي غير الجمهور، حتى المسؤولين ديال الوداد من بعد المشكل اللي وقع له مع عموتة في بلاصه ما يعاقبوه باش يدير إعادة النظر في السلوك ديالو وجابوه للماتش وداروا عطوه كابيتان ديكيب، بمعنى أن هذا رد فعل على عموتة في إطار الاصطدام اللي كان عنده مع حسين عموتة. الخاسر الأكبر طبعا كان هو التقنوتي. على كل حال أتمنى أن يستفيد التقنوتي من الدرس، أتمنى أن يستثمر تواجده الآن بفريق كبير هو فريق الوداد الرياضي وفي المنافسات القارية وفرصة باش يستعد المستوى ديالو باش يكون ايضا من الحراس المنافسين على مكان داخل الفريق الوطني المغربي. فيما يخص خليلوزيتش، فيما يخص زياش انا كنقولها وكنتحمل في مسؤوليتي، زياش مبعد من فريق الوطني المغربي ليس بمستواه التقني، لان حتى واحد في الفريق الوطني المغربي من خليلوزيتش وحنا هابطين او نطلعوا من المساعد نتاع خليلوزيتش حتى واحد فيهم ما لعب الكره ديال زياش، وحتى واحد فيهم عند المستوى ديال زياش. انا كنقول من اولهم لاخرهم. الابعاد ديال زياش هو ابعاد لان الولد خصنا نعرفوه تربيته تكوينه رجل لا يقبل بالخضوع، لا يقبل بالانبطاح، لا يقبل بالتزلف. الرجل مبعد لان الرجل عنده كاريزما، عنده شخصيه داخل الفريق الوطني المغربي. وفوقاش غنعرفوا قيمه زياش؟ ماشي في هاد اللقاءات هادو. انا ما غنذكر هنا خليلوزيتش ومن معه ومن يدافع عنه وحتى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، راه جميع المقابلات اللي لعبناها راه مع منتخبات ضعيفه، وجميع المقابلات اللي لعبناها مع منتخبات اللي كنلعبوا معها في المغرب، راه ما كنركبوا في طياره، ما كنمشيو لشي بلد افريقي، ما كنلقاو تما حشرات، ما كنلقاو الماكله ما مزياناش، ما كنلقاو حتى حاجه، راه حنا لاعبين في المغرب. فوقاش غنعرفوا قيمة ديال زياش ونحتاجوا القيمة ديال زياش نهار اللي غنوصلوا للقاء الفاصل اللي غيأهلنا لقطر، أو نهار اللي غادي نمشوا لكأس أفريقيا. دابا المنتخب المغربي الكل يطبل ويزمر أننا محتلين الرتبة الثالثة إفريقيا على مستوى الترتيب. معناه السي بلال ملي كنكون محتل الرتبة الثالثة خصني في كأس أفريقيا على الأقل نلعب اللقاء ديال نصف نهائي كأس الاتحاد ديال كأس أمم إفريقيا. بهذا المنتخب هذا يستحيل اننا نوصلوا للدم فينا، كنقولها وكنتحمل فيها المسؤوليه ديالي. اللهم اذا كان هناك اشتغال، واللهم اذا كان هناك تطهير داخل محيط الفريق الوطني المغربي، اللهم اذا استعدنا لاعبينا
المغضوب عليهم فقط لان عندهم قرار وعندهم سلطه. اسمح لي قاطعتك ملي قلتي تطهير في المنتخب الوطني المغربي، محيط ديال المنتخب الوطني المغربي، اي المشكل في المنتخب؟ شفنا عبد الرزاق الحمد لله، عبد الرزاق الحمد لله لاعب كبير، هداف كبير، كان وقع عليه هو مشكل تم استبعاده من المنتخب الوطني المغربي. الان كنشوفوا حكيم زياش، واش حكيم زياش عنده مشكل مع واحد حليلو زيتش ولا عنده مشكل مع شخص اخر؟ شفناك في اكثر من خرجه اعلاميه تحدثتي على مصطفى حجي. انا ما غنسميش، ولكن غنطرح سؤال اعتبره انت سؤال بليد، لان انا بليد في الطرح ديال السؤال ديالك. غيرنا الزاكي، خصنا نغيروا داكشي اللي معاه كامل. ما غيرناش. اه صحيح، واحد الانسان بقى، نفس الانسان اللي كان كيتفاوض مع ايرفيرونا مشى ايرفيرونار بقى. الزاكي طعن في ذاك الشخص، ايرفيرونار قال لك انا ندمت اللي خليته بجنبي، دابا هو باقي مع خليلو زيتش. الزاكي وصفه بالافعى بين قوسين، الافعى، والاخر قال لك بانه خضرني. صحيح ايرفيرونار قال لك خضرني. اذا كان هاد الناس كلهم غالطين، تما غادي غلط معاهم. اذا كانوا هاد الناس كلهم غالطين، تما غادي غلط معاهم. اذا كانوا هاد الناس على صواب، ما غادي على صواب. انا شخصيا كنقول، انا اللي كنعرف ملي كنغير مدرب كنغير كلشي اللي معاه. هو ما يمكنش غيرت المدرب الاول والطاقم التقني اللي معاه هو خليته، غيرت الطاقم المدرب الثاني هو خليته، كاينه شي حاجه ماشي عاديه داخل الفريق الوطني. النكته او العلامه المسيئه اللي ما مقبولاش السي بلال هو ان ملي جبت لي انت مصطفى حجي افتخر به كلاعب. صحيح، افتخر به كلاعب. هذا مصطفى حجي في واحد الدبلوم مؤخرا ديال الدبلوم سي، هو مع اللاعبين اللي خصهم الدبلوم سي، خصو يدوز الدبلوم سي. واش كاينه في تاريخ كره القدم ماشي المغربيه، العالميه، الكون، ان مساعد ناخب وطني ما عندوش الدبلوم سي؟ وحنا في الانديه ديال القسم الوطني الثاني كنطلبوا دبلوم، ها؟ في الفرق ديال القسم الوطني الاول كنطلبوا دبلوم اكثر من دبلوم سي، القسم الوطني الثاني كنطلبوا الدبلوم اكثر من دبلوم سي، وفي الفريق الوطني المغربي كنقبلوا بالدبلوم سي. هذا راه يا اما انا ماشي عادي حماق الله يشافيني، واما هاد الناس يسيئون الى كره القدم الوطنيه. انا كنت كنعتقد بان ملي خرجوا له السميه ديالو في الدبلوم سي ودي، ارادوا فعلا، راه هادو هما اللي سؤولي ماشي انا، اما انا كنفتخر به كلاعب. وفي المنتخب الوطني المغربي نصل الى نهايه الحلقه الرابعه من برنامج بروح رياضيه، استضفنا من خلالها الناقد الرياضي سي محمد المغودي. سي محمد المغودي، شكرا على تلبيه الدعوه، وشكرا. تستحق ويستحق ايضا مشروعكم. اتمنى لك التوفيق كشاب، واتمنى التوفيق ايضا للموقع ولكل الاخوات اللي خدموا معنا في هذا البرنامج. نتمنى على الله تكونوا ايضا من رواد الاعلام الرياضي المغربي ان شاء الله.